مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير. قبل لا أبدأ الفلوق بوريكم شخص جديد. تعال أنت يا بطل، صديق مدير، تعال تعال. أهلا وسهلا، عرفتوا؟ أبو كشة، أبو كشة، أبو كشة. حلقنا له واستخف الولد، الحمد لله رب العالمين. عموما بطلع عيالي السوبر ماركت وأفاجئهم بالتحدي 60 ثانية، لكن هالمرة بيكون بشكل مختلف. بأحاول أني أجمع الثلاثة وأقول لهم التحدي أنه عندكم خلال 60 ثانية لازم تجمعوا الحلويات اللي أنتم تبونها، لكن بشرط بدون وجود عربية. أنا أبي أعرف هل بيوصلوا إلى مرحلة أنهم يتكاتفوا كلهم ولا لا. على حظنا نزلت الأمطار وإحنا رايحين نسوي الفلوج. جاهزين المطر؟ ما اشتقتوا للآن سامنشن؟ Where's my keys؟ ودخلنا وهذا الحبيب نايم وانت تتحرطم، ايش تبين؟ طيب احنا نسوي تحدي، ترى هم ما يعرفوا ايش التحدي. تحدي 60 ثانية. زين؟ لكن بشرط ما حتاخذوا العربية معاكم، عندكم 60 ثانية تشيلوها بيدينكم وات ايفر، اوكي؟ مستعدين؟ مخططين ايش حتسووا؟ لا تنسوني اعطوني معاكم تويكس مارس. عندنا 60 ثانية. لما اقول يلا يلا عزوز امداك مستعد عزوز. 1 2 3 اوكي عزوز وخلص الوقت. أشوف شكلكم. جوانا خلاص ستوب ستوب انتهى. ماي جاد عزوز ذيس از الله يو جات سمارتي. أنا كسر أجا جيسوس أجا ذيس. الحمد لله مجودي نايم. مبسوطين الحين شكلي بصير هوملس خلاص. اخذ قرض نشوف الحساب الحين ونشوف الكارثه كم حتكون. الله اعلم كم الحين الحساب، لكن امانه باقي للدراسه اسبوع، فمن باب يعني ترويح عن النفس ولا لا؟ انت اكثر واحد خسرني انت. كذا طيب بروفيسور عزوز هذا. يلا الحين رايحين للمحاسبة. يلا يا بابا يلا نشوف كم الكارثة حقتكم دي. حساب والله $42. كم يعني 42؟ معناها 42 دولار. معناها 42 دولار صح؟ لا يا شيخ معناها ريالات. يعني 150 ريال حلويات. ابوي على ما صرف عليه في حياته كلها ما اعطاني 150 حلويات. سكان اديشنال ايتمز. يلا وش هذه؟ وريني. لحظة ادي بتحدي 60 ثانية بس يكون مكياج. ايش معنى؟ طيب حط لحظة
حطوا تصويت اذا نسويها 60 ثانيه بمكياج. اي اكيد قولوا لنا اذا تبغون. يلا اتمنى ان اعجبكم هذا الفيديو الحلاوه. لا تنسونا من اللايك الشير والسبسكرايب. اكثر شيء سبسكرايب. غرقنا يا حرام، صح ننام على المطر.